كان الإمام الكاظم عليه السلام في المدينة يحمل الذهب والفضة والتمر في كل ليلة، ويمر بها على بيوت المساكين وهم لا يعرفونه عليه السلام. وهذا ديدن الأئمة جميعا، فرغم عطائهم العلمي وانشغالهم في جوف الليل بعبادتهم التي لا نعلمها نحن، كانوا لا يتركون أمر الأمة، بل كانوا يغذونهم علما وعملا وطعاما وغير ذلك. فقد كان بإمكانه أن يكلف خادمه بحمل التمر والخبز، ولكن أبى إلا أن يحملها بنفسه لكي يضع سنة في مواليه وأحبائه. ومن صفات المؤمن الموالي أن يفكر في شؤون الأمة والمستضعفين والفقراء والمساكين، ويباشر بنفسه تمويلهم